قالت رئاسات إقليم كردستان الثلاث عقب اجتماع لها أنها بحثت مستجدات الأوضاع في الإقليم والعراق والمنطقة وقيمت الأحداث الجارية. بيان صادر عن الاجتماع قال إن الرئاسات الثلاث عبرت عن قلقها العميق من تطور الأحداث في المنطقة، وأكدت أن الخيار العسكري لن يحل المشاكل بأي شكل من الأشكال، مشددا على أن الإقليم مع الاستقرار وتهدئة الأوضاع والحوار والحلول الدبلوماسية للمشاكل، لافتا إلى أن رئاسات الإقليم الثلاث تطالب جميع الأطراف النائية بإقليم كردستان عن الصراعات.